عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقائكم مجددا. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي حوار الساعة. بتاريخ 20 نوفمبر من العام 1989 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 44-25 المتضمن عرض اتفاقية حقوق الطفل للتوقيع والمصادقة وكذا الانضمام. وبعد أقل من سنة بلغت التصديقات المطلوبة نصابها القانوني ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2 سبتمبر من العام 1990 لتصبح بذلك جزءا هاما من القانون الدولي وأيضا من إرادة المجتمع الدولي. صادقت الجزائر على الاتفاقية في 19 سبتمبر أو ديسمبر من العام 1992 لتصبح الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من تشريعنا الوطني. اليوم وبعد مرور 29 سنة على دخول الاتفاقية أو اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، وبعد مرور أيضا 26 سنة على انضمام الجزائر لها، لنا أن نقف على الجهود التي تبذلها الجزائر وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. جهود رمت وهدفت وحققت الغاية منها لوضع الإطار القانوني لحماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر، وتجسدت في سن قانون خاص بالطفل وإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. ضيفتي هذا المساء خريجة المدرسة الجزائرية بامتياز، تكوين عال، مسار مهني حافل في كنف أنبل مهنة على الإطلاق هي مهنة القضاء. من قاض للفرع الاجتماعي إلى قاضي المخالفات فقاضي الأحداث، فمدير فرعية بوزارة العدل مكلفة بحماية الأحداث والفئات الضعيفة وتسيير شروط الحبس بالنيابة. ضيفتي هذا المساء مسار علمي حافل أيضا، فهي أستاذة بالمدرسة العليا للقضاء، هي أيضا عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي أيضا عضو باللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته. شغلت ضيفتي عضوية الكثير والكثير من اللجان الوزارية المشتركة، أذكر أهمها هي تلك التي أعدت قانون حماية الطفل، وأيضا تلك التي أعدت المخطط الوطني للطفولة. ضيفتي أيضا خبيرة لدى صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. ضيفتي هذا المساء قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا، وهي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في الجزائر، السيدة مريم شرفي. صديقتي العزيزة أهلا بك إلى برنامج حوار الساعة الذي يسعد باستضافتك للمرة الثانية منذ توليك هذه المهمة النبيلة شهر جوان من العام 2016. مساء الخير فريدة، مساء الخير لكل المشاهدين. تعرفي فريدة أنه شرف كبير لي في كل مرة نحضر معك، لأنه شكرا تقل هذه الحصة وحجم يعني المواضيع اللي تتناولها مهمة جدا. شكرا جزيلا على هذا التقديم، وقلت لك أفتخر دائما بأن أتواجد معك في نفس البلاتو هذا. كنا تلاقينا السنة الماضية وإن شاء الله اليوم راح تكون وقفة تقييمية لما تكلمنا عليه في السنة منذ آخر لقاء لنا. شكرا جزيلا هنا في الأستوديو أني نلقاك هنا. العفو العفو مريم.
إذن بداية وكما ذكرتي دعينا نقيم عمل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال السنة الأخيرة هذه. ما تحقق؟ ما هو طور الإنجاز؟ وما هو قيد الدراسة والتفكير اليوم؟ صحيح فريدة، كما رفقة الفريق الرائع اللي معك، الفريق أكيد اللي نحييهم كلهم، نحيي كل إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. صحيح أنه الهيئة الوطنية كما تفضلتي وذكرتي هي مكسب كبير للطفولة الجزائرية، نعم. أنشئت بموجب قانون حماية الطفل في سنة 2015 فعلا. هذا القانون اللي كان خطوة كبيرة وانتظرناه طويلا أكيد في ترقية نعم. وحماية حقوق الطفل، وكان صدور هذا القانون بفضل التوجيهات سديدة لفخامة رئيس الجمهورية فعلا. السيد عبد العزيز بوتفليقة. نقول لك فريدة أنه منذ تشريفي على رأس الهيئة الوطنية كمفوضة وطنية، وكما ذكرت التاريخ في شهر جوان من سنة، أنا يعني ما معلوماتك دائما صحيحة فريدة بالتدقيق التدقيق. احنا بدينا أول ما بدينا كما ذكرنا آخر لقاء لنا في كان في شهر ديسمبر من السنة الماضية، بدينا في هيكلة الهيئة الوطنية، وصحيح الحمد لله نحيي كل إطارات الهيئة الوطنية الموجودين معنا اللي يعملوا ليل نهار من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. انطلقنا هذه السنة، ربما نكلمك على هذه السنة لأنه عرفت إطلاق الرقم الأخضر اللي هو يعتبر مكسب كبير أيضا للطفولة الجزائرية فعلا. رقم 1111 هو راح يكون عندنا فرصة أننا نتكلم عليه أكثر بالتدقيق. هذه السنة أيضا عرفت استمرار كبير في إطار التكوين، لأنه الاستثمار في العنصر البشري مهم جدا. احنا قمنا بعدة دورات تكوينية لكل المتدخلين في مجال الطفولة لتعريفهم بقانون الجديد، أهمية تنسيق العمل، تنسيق جهودنا كنا من أجل حماية الطفولة. عرفت دورات تكوينية مست كل انطلاقا من الهيئة، إطارات الهيئة وموظفي خلية تلقي الإختارات، كان هناك دورات تكوينية لرؤساء مصالح الوسط المفتوح التابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اللي نحييهم أيضا. كانت في دورات تكوينية أيضا لفائدة فعاليات كبيرة من المجتمع المدني، وراح نقول لك النتائج اللي كانت تحققتها الدورات التكوينية. كانت في دورات تكوينية للفرق حماية الأشخاص الهشة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، وراح نواصل في الدورات خلال شهر ديسمبر، عندنا دورة تكوينية إن شاء الله هذه السنة أيضا. في دورات تكوينية مثل قضاة الأحداث نظرا للدور الكبير معروض بهم في إطار الحماية القضائية للأطفال في خطر والأطفال الجانحين أيضا. كانت هناك دورة تكوينية ونعتز بها كثير لأنه بناء عليها كانت في إجراءات أخرى، هي دورة تكوينية اللي كانت لفائدة الإعلاميين يعني في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحتى الصحافة الإلكترونية. مهم كانت هناك سلسلة كبيرة من دورات تكوينية مست كل المتدخلين في مجال الطفولة. يعني نتاج هالدورات التكوينية أنه تم تنصيب خلال هذه السنة شبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل، لنفتخر بهذه الشبكة ونحيوهم. عضو مكسب كبير لأسرة الإعلام أيضا نعم. تعرفي فريدة ربما حلقة صغيرة أنه في إطار إحدى الدورات التكوينية كانت حضرت خبيرة أجنبية لتعزيز هذه الشبكة كلمتنا قاتلنا، وانا جايه على الجزائر حبيت نبحث على تجارب دول اخرى في مجال هذه شبكه الاعلاميين، قالت لك صبت ان التجربه الجزائريه هي المذكوره وهي الرائده في هذا المجال، وانا نحييهم كلهم. ايضا عرفت هذه السنه بعد عده دورات تكوينيه لفعاليات من المجتمع المدني تنصيب ايضا شبكه المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل وحمايته، لانه المجتمع المدني شريك فعال معنا كهيئه وطنيه. ايضا نحيي كل اللي سبقوا أنهم تكونوا معنا، نحيي كل أعضاء شبكة المجتمع المدني اللي رام يقوموا في عمل جبار أيضا، وراح نتكلم عليه في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل ووقاية الأطفال من مخاطر. عرفت هذه السنة أيضا إحياء كل التظاهرات الخاصة بالطفولة، وربما نوقف على شهر جويليا هو اليوم الوطني للطفل، وين كانت هناك أوبيرات قدموها أطفال للكبار، وكانت في يعني أبدعوا فيها الأطفال وأعطونا دروس في كيفية حفاظ على حقوقهم وكل شيء، ونحيي كل الأطفال اللي شاركوا في هذه الأوبيرات. احنا انطلقنا خلال هذه السنة في زيارات ميدانية لأنه مهم جدا الهيئة وطنية تشمل كل التراب الوطني، انطلقنا في عدة دورات تكوينية في عدة زيارات ميدانية، وإن شاء الله راح نستمر في هذه الزيارات الميدانية لأنه من بين مهام الهيئة الوطنية هو زيارة كل المؤسسات والمصالح اللي تستقبل الأطفال. ربما
أهم شيء اللي رانا نعمله فيه ونحضر فيه هو التقرير اللي راح نرفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية إن شاء الله. أكيد. بمشاركة كل القطاعات اللي راح يكون الميدالية. حصيلة لإنجازات اللي حققتها بلادنا في هذا المجال راح تكون في نشاط الهيئة الوطنية وراح تكون فيه إن شاء الله توصيات ترفع إلى فخامة رئيس الجمهورية، وهذا بالتنسيق أكيد مع كل القطاعات الميدالية وكل متدخلين في مجال الطفولة. طيب في كل ما ذكرتي مريم أنه الإنجاز الكبير اللي تم السنة الماضية هو إطلاق الخط الأخضر الخاص بالتبليغ عن الأطفال ضحايا العنف، ماذا لو تحدثين عن هذا الخط، عن عدد الاتصالات، عن نوعيتها، عن كيفية معالجتها فيما كان هناك نقائص؟ لأنه اليوم دور الهيئة بالأساس إضافة إلى كل جهد الذي بذل هي أن تصل إلى الطفل الذي يعاني، أن تصل إلى الطفل المعنف، أن تصل إلى الطفل المشرد، أن تصل إلى الطفل المتسول في الشارع، وهذا ربما الخطوة القادمة التي ننتظرها جميعا من الهيئة إن شاء الله. أكيد. شوف ريتا، أنه أنا أفتخر أنه الآن في بلدنا عندنا رقم خاص بالطفولة. نعم. رقم للإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل، أكثر يعني من حالات فقط العنف فعلا. كل مساس بحقوق الطفل في رقم 11-11 موضوع تصرف كل المواطنين للإخطار عن هذا المساس. هذا تذكري فريدة أنه في السنة الماضية كنا أعلنا على الرقم وقلنا إن شاء الله في بداية سنة 2018 يتم إطلاقه، وصحيح إطلقناه في شهر أبريل 2018. نعم. هو رقم سهل وتكلمنا على أنه اخترنا يعني الرقم أنه يكون سهل يحفظ من قبل الأطفال، يحفظ من قبل الكبار بسهولة. رقم 11-11 سهل الحفظ. إحنا إطلقنا هذا رقم في شهر أبريل 2018، لكن سبقته آليات أخرى للإخطار عن كل مساس وكنا ذكرناها، مثلا الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وين فيه نافذة ممكن ممكن أننا نقدم الإخطار عن طريق منذ أنه فتحنا وطلقنا هذا الرقم الأخضر المجاني. تلقينا تقريبا، شوفي العدد اللي تلقيناه تاع المكالمات مش الإخطارات، مكالمات 300,000، ما يقارب 300,000 مكالمة هاتفية. وهذا الرقم مهم لأنه يعكس الوعي ويعكس صحيح. الالتفاف حول الهيئة. صحيح. هذه النقطة المهمة أنه هذه المكالمات كلها من المواطنين ومن الأطفال أيضا. نعم. يتسألوا عن ما هو دور الهيئة، كيف نحمي حقوق أولادنا، يقدموا لنا اقتراحات كيف ممكن أننا نساعدوهم في تربية أطفالهم. المهم هذه المكالمات كلها وراءها خلية لتلقي الإخطارات. فعلا. فيها موظفين أيضا نحييهم، فيها أخصائيين نفسانيين، حقوقيين، أطباء، كلهم يسهروا على الإجابة السريعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. عدد الإخطارات من بين هذا العدد الكبير قدر منذ شهر أبريل ب 640 إخطار. نعم. حول المساس بحقوق الطفل. لأنه تعرفي ربما أشخاص كثير ما على بالهمش وش معناها الأطفال في خطر ومن هم الأطفال في خطر. نقول أنه قانون حماية الطفل تكلم على الأطفال في خطر، على أنهم الأطفال اللي تكون صحتهم، تربيتهم، أخلاقهم، أمنهم في خطر، إما يكون الخطر دوك حاليا. نعم. أو خطر ممكن يضر بمستقبلهم، يعني يعيشوا في ظروف قد تؤثر على أنهم يكونوا أطفال متوفرت لهم كل الظروف باش يكونوا يعني صنعوا مستقبل بلادنا. خلينا نعطينا مثال على أحد هذه الإخطارات. صحيح. شوفي. نعم. قانون حماية الطفل نص أيضا على مجموعة من الحالات اللي يعتبر فيها الطفل في خطر، مثلا يعني الحالة اللي تلقينا فيها مكالمات. من المواطنين ومن الأولياء عجز الأبوين عن التحكم في تصرفات أبنائهم. احنا نتلقى عدة مكالمات يخطرون يقول لك احنا وليدنا ما قدرناش نتحكموا في تصرفاته واصبح يخالط رفقاء السوء، ربما يهرب لنا. نعم. من المدرسة وكل شيء. ودوك بعدين نتكلموا على كيفية معالجة هذه الإخطارات. حالات اللي يتكلمون على التسول بالأطفال، حالات العنف اللي نتأسف له دائما لأنه العنف ضد الأطفال دائما بالحالات اللي نتأسف كثير لها، يعني مجموعة من الحالات. ومهم أنه في إخطارات جينا من عند الأطفال إما يخطروا على تواجدهم هما في خطر أو يخطرون على تواجد أطفال آخرين في أصدقائهم خطر. في خطر ويطلبوا كيف ممكن إحنا كهيئة وطنية نحميهم. وهذا جميل جدا. هذا جميل جدا. أنا نحيي الأطفال، نحيي كل مواطنين اللي اتصلوا بنا. ونفتحوا أيضا قوس فريدة أن نقولوا أن القانون الجزائري نص على حماية واسعة، لأني دائما نذكر بها لأنه ما بقاش نقولوا باللي شفنا
وين راكم يا مسؤولين باش تدخلوا؟ نقولوا باللي كلمه شفنا رانا نشوفوا خلاص، نقولوا شفنا واتصلنا، عيطنا للرقم 11 11 وبلغنا وبلغنا، لانه خلاص نقولوا حمايه الطفوله هي مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الجميع، ماهيش مسؤول عليها اي شخص واحد محدد فعلا. لكن مسؤوليتنا جميعا فعلا. قانون حمايه الطفل أعطى حماية واسعة للشخص المخطر، أولا في أننا نحافظوا على هويته فعلا. يعني ما نخطرش ما نقولوش بأن هذا الشخص هو اللي قام بالإخطار، شيء حتى يكون فيه تشجيع، حتى يكون تشجيع للناس على الإخطار، لأنه في بعض الأحيان ربما الناس ما كانوش على بالهم وش فيه من حماية للمخطر، يقول لك أنا لو نخطر على شيء ما ممكن أني ندخل في مشاكل كبيرة فعلا. وفي دوامة كبيرة ربما أنا عن غنى عنها. لا، نقول لهم أنه ما نقدروش نسكتوا على أي مساس بحقوق الطفل. الحماية الثانية أنه حتى لو تحركنا وبعد التحريات والبحوث الاجتماعية يتبين لنا أن الطفل هذا ما هوش في خطر، هنا لا توجد أي متابعة لا مدنية ولا جزائية ولا إدارية على الشخص اللي قام بالإخطار اللي تصرف بحسنية يعني. هذا تشجيع من أجل الإخطار، يعني بمجرد ما نشك أنا نفضل أنه نخطر أكيد. لأنه حتى لو يتبين أن الطفل ما هوش في خطر، لكن المهم أننا نتأكد من هذا الوضع حتى ما يحدثش ما لا يحمد ما لا تحمد عقباه فيما بعد. بمجرد ما نتلقى الإخطارات في معالجة فورية للإخطار. احنا بعد دراسة مع إطارات الهيئة ومع المسؤول المباشر على مديرية حماية حقوق الطفل، نتخذ إما عن طريق بحوث اجتماعية نبحث على هذا الخطر، كيف نبعد الطفل عن الخطر اللي راهو يمسه. أكيد أنه راح يكون من قبل أشخاص يقيموا وين موجود الطفل أكيد. وهم مصالح الوسط المفتوح التابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اللي نحييهم أيضا لأنهم شوفي هم يقوموا بعمل جبار في الميدان، يعملوا على أنهم يبعدوا الطفل عن الخطر هذا اللي راهو يتخبط فيه مع إبقاؤه داخل الأسرة. هذا أهم شرط، هم يتخذوا معاه مجموعة من تدابير الاتفاقية اللي يوافق عليها الطفل وأسرته. هذا الهدف كله إبعاد الخطر عن الطفل. عن الطفل نعم. حالات تانية اللي دايما نقولها ونعودها فريدة، لأنه أنا نتأسف كثير أنه تكون في حالات عنف ضد الأطفال وحالات تستدعي ولو إبعاد الطفل هذا مؤقتا عن العائلة، لأنه في بعض الأحيان الطفل يعاني داخل الأسرة تاعو لسوء الحظ، وإحنا نتمنى إن شاء الله أنه هذه الحالات ما تكونش، لأنه المكان الطبيعي لتواجد الطفل هو الأسرة، هو أسرته أكيد، المكان اللي ينمو فيه، المكان اللي يشعر فيه بالأمان طبيعي. هو الأسرة أكيد. لكن لما تكون هذه الأسرة هي مصدر الخطر على الطفل، إحنا هنا نخرج من إبعاده ولو لفترة، ولو لفترة إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك أكيد. إحنا مباشرة نحيل الأمر إلى قاضي الأحداث للتدخل، لأن للنظر. السلطة نعم. القضائية هي السلطة الوحيدة اللي عندها حق إبعاد الطفل عن أسرته إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك ولو مؤقتا فعلا. وهنا نقول دائما أنه هذا يعود بالنظر إلى المصلحة الفضلى للطفل. في طيب. حالات أخرى لما تكون جرائم مرتكبة، يعني يكون شك في أن هناك جريمة مرتكبة ضد الطفل، راح يكون هنا إخطار مباشر لمعالي سيد وزير العدل حافظ الأختام. طيب مريم، السلطات العمومية وضعت مخططا أمنيا يعنى بمتابعة حالات الاختطاف مثلا، حالات أو غياب الأطفال يفعل بسرعة قصوى بمناسبة التبليغ عن أي حالة. كيف تقيمون هذا المخطط؟ هل حقق الأهداف المنتظرة منه؟ خاصة وأن بعض التقارير يعني تشير إلى أن تعرض الأطفال للخطر يكون في الساعات الأولى من حدوث واقعة الاعتداء أو واقعة الاختطاف. صحيح فريدة، شوفي كل حاجة جديدة هي آلية جديدة تحمي الطفولة. مخطط الإنذار عن الاختطاف أو الاختفاء هو آلية جديدة، يعني تحرك الحماية الوقتية المباشرة، لأنه كما تفضلتي فريدة قلتي أنه في بعض الأحيان الخطر يسرع الطفل وربما العنف اللي يمارس عليه راح يكون في ساعات الأولى من الاختطاف. هنا نقول أنه المخطط هذا هو الهدف من وضعه اللي شرفت عليه وزارة العدل، نقولها مع مختلف القطاعات الأخرى، أنه الهدف من هذا المخطط هو التدخل في الوقت المناسب لحماية الطفولة، تدخل في الوقت اللازم حتى نتفاداو أشياء يعني لا يحمد عقبها. أيضا نقول أنه الوحيد اللي عنده حق أنه يحرك هذا مخطط
محطة الإنذار هو السيد وكيل الجمهورية، وهو اللي راح يكيف الواقعة، هل هي اختطاف أم أنها اختفاء، لأنه في فرق كبير ما بين الاختطاف والاختفاء. وأنا أيضا يعني فريدة لو سمحتي لي، لأنه هنا منبر أني نوجه رسائل خاصة للأسر، نحن مقبلين إن شاء الله على النتائج المدرسية والامتحان. أنا نتمنى أنه الأولياء يتفهموا أولادهم، لأنه في هذه الفترة تاع النتائج الدراسية وين تكثر حالات الهروب من المنزل، لأن الأطفال يخافوا من الأولياء، القسوة اللي ممكن يتعرضوا لها من نتائج تاعهم. إن شاء الله نتمنى أنه الأولياء يوقفوا مع أولادهم أكثر وأكثر، وأنه النتائج ما حتى لما كانت اليوم مليحة مرة جاية تكون مليحة، دعمنا أننا نوقفوا دائما مع أولادنا باش نتفادوا هذه الحالات. العبره ليست بالنتيجه مريم، في اكيد انه المستوى الدراسي والنتائج الدراسيه تعكس مستوى واحلام الاباء وكذا الابناء، لكن العبره هي ان يكون لدينا طفل يعني ينمو بشكل طبيعي، يعني نقولوا ان انفون ايبانوي، هذا هو الهدف اكثر من النتيجه، من انه النتيجه تكون مليحه. هذاك لاحقوا بعض الاطفال انهم يقولوا جبنا لكم نتائج، يعني جبت النتيجة كذا لولد الأم تاعي ولا الأب تاعي، ولا هما يجيو يقول كان يجبت النتيجة كذا. احنا نتمنى أكيد أنه ما كان حتى واحد ما يحبش أنه ولاده يقراو وينجحوا، لكن تبقى دوك أنه كما تفضلتي فريدة، أنه العبرة أنه كيف ينمو هذا الطفل في جو عائلي ملائم، انسجام في، لانه هذه الحالات تاع الهروب من المنزل بسبب النتائج ترتفع كثيرا في فتره يعني النتائج المدرسيه. نعم. اذا مريم، قبل ان نواصل نقاشنا هذا، نقف عند هذا الفيتيار الذي اعدته الزميله جويده بادر حول الهيئه الوطنيه المكلفه بحمايه وترقيه الطفوله في الجزائر ورصد الجهد الذي بذل لحد الان. نتابع الفيتيار ونعود للنقاش. مكاسب هامة حققتها الجزائر في مجال حماية الطفولة عملا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد في عدة مناسبات على وجوب إيلاء العناية اللازمة لفئات المجتمع والتركيز على فئة الأطفال، خصوصا باعتبارها الفئة الناشئة في المجتمع، بتمكينها من حقوق التعليم والرعاية الصحية وحمايتها من كل الأخطار. ومن هذا المنطلق، ومن باب التزاماتها الدولية، سنت الجزائر استراتيجية واضحة المعالم في مجال حماية الطفولة، فاستحدثت قانونا خاصا لحماية الطفل وهيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة التي تسعى جاهدة على تعزيز مكانة الطفل في المجتمع. ومن بين أهم الإنجازات التي تم تجسيدها من قبل هذه الهيئة، إطلاق خدمة الرقم الأخضر 11 11، والخاصة بتلقي الإخطارات المتعلقة بالمساس بأي حق من حقوق الطفل، وهو ما عكفت عليه لجنة التنسيق الدائمة التي تضم 15 قطاعا وممثلين عن الأمن الوطني والدرك الوطني، وكذا بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، إجراء يسهر عليه أخصائيون نفسانيون وحقوقيون وأطباء، ويضمن الحماية للقائم بالتبليغ أو الإخطار، ويعفي الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى وإن لم تؤدي التحقيقات إلى أي نتيجة. كما أن نتائج هذه الهيئة بدأت تتجسد فعليا بفضل الدور التنسيقي الذي تلعبه مصالح الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي الموزعة عبر الولايات، حماية للطفل من الأخطار التي تحدق به، خاصة ما تعلق بالاستعمال السيء للإنترنت والمخدرات والجريمة والعنف الأسري. وضمن هذا النسق تركيز على ضرورة التكوين المستمر والاستفادة من تجارب رائدة في هذا المجال، وإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ووضع منظومة إعلامية تسهر على التعريف بحقوق الطفل وجانبها القانوني، إضافة إلى الحث على إرساء روابط الحوار داخل الأسرة وضمان الرقابة المستمرة في ظل التحولات الكبيرة التي يعرفها مجتمع اليوم. مريم، المشرع الجزائري يولي أهمية وعناية خاصة للأطفال. يقول بعض المختصون أن القانون عادة ما يزجر العصاة، لكن عندما يصل إلى الأطفال ينحني، ويستدلون في ذلك بالأحكام التي
تعفي الأطفال القصر مثلا دون سن التمييز سن 13 سنة من العقاب، أن يخفض العقوبة لمن هم أيضا دون سن الرشد إلى النصف. لماذا هذا التمييز في تقديرك وإن كان إيجابيا؟ هو تمييز إيجابي فريدة. أكيد تعرفي فريدة، أنا نقول لك ننطلق لك من شيء، أني كما تعلمين أني كنت قاضية أطفال وقاضية أحداث. بالنسبة لهذه الفئة من الطفولة، ما الطفولة الجانحة، طفولة لترتكب جريمة. تعرفي أنه أهم شيء في ملف في الملفات اللي بالنسبة للقاضي هو البحث الاجتماعي اللي يقوم به مع مصالح الوسط المفتوح حول وضعية هذا الطفل والأسباب اللي أدت به إلى ارتكاب الجرائم. تعرفي أنهم كل طفل ارتكب جريمة قصة. أنا أقول لك أنه الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو ما هوش الرضع بقدر ما هو إصلاح وإعادة إدماج في المجتمع، لأن الأطفال هم صفحة بيضاء، ربما في فترة من الزمن يكون يتأثروا بظروف خاصة عائلية ولا ظروف خاصة في المجتمع أكيد تؤدي بهم إلى الانحراف. لكن توفير هذه الإجراءات المرنة هي حماية لهذه الفئة من الطفولة من أجل إعادة إدماجهم كأفراد سويين، لانه دائما الطفل نقول لك هو صفحه بيضاء تكتبي فيها واش تحبي، وسهل سهل جدا تغيير السلوك من السلبي الى الايجابي بالنسبه للاطفال. عمليا اليوم هل وفقت الهيئه في الانتشار عبر جميع ولايات الوطن، وما هي الاليات التي تعتمدها لضمان حضور دائم وفعال الى جنب كل اطفال الجزائر؟ نحن نسعى لتسجيل حضورنا في كامل التراب الوطني. حضورنا اليوم هو نظرا لأننا متيقنين للدور الإعلام في نشر أكيد. كل شيء جديد بالنسبة للطفولة، نشر ثقافة الإخطار، نشر رقم الأخضر، نشر حقوق الطفل. نسعى أيضا من خلال الزيارات الميدانية أننا نكون موجودين في كل ولايات الوطن، وهذه الزيارات اللي قلت لك أننا انطلقنا فيهم وراح نكتف منها إن شاء الله خلال الشهر هذا اللي باقي من هذه السنة وخلال السنة المقبلة إن شاء الله، أيضا من خلال فعاليات المجتمع المدني. تعرفي صديقتي وعزيزتي فريدة أنه المجتمع المدني دور فعال، لأنهم موجودين في كل مكان، موجودين في الأحياء وفي البلديات وفي كل مكان، وهم قريبين جدا من الأطفال. نحن نعزز مشاركة فعاليات المجتمع المدني من أجل تعريف بالهيئة الوطنية، وكان آخر لقاء اللي نظمناه وين أعلننا على تنصيب شبكة المجتمع المدني عباكو أننا نقوم بتوزيع مطويات وملصقات خاصة بحقوق الطفل ونقدمها لكل فعاليات المجتمع المدني خلال دورات تدريبية والتكوينية ولا خلال أي لقاء يجمع بهم من أجل نشرها وتوزيعها في الولايات في مختلف ولايات الوطن. هذا أنه يهمنا أننا نتواجد في كل مكان. أيضا الشيء اللي يثبت أننا الحمد لله تعرفنا في كل أنه المواطنين الجزائريين عرفوا الهيئة هو الرقم الأخضر وعدد المكالمات اللي نتلقاها، وهي من كل ولايات الوطن تلقينا مكالمات عن الإخطار حول المساس بحقوق الطفل ولا مكالمات حول استفسارات المواطنين. هذا هو شيء، لكن نستمر إن شاء الله في أننا ننشر أكثر الهيئة الوطنية باش يتعرفوا عليها في كل مكان، وأيضا نعمل على نشر خاصة ثقافة الإخطار في كل أنحاء وطننا الحبيب. طيب مهام الهيئة اليوم بين حماية حقوق الطفل وترقية هذه الحقوق، أين هي الأولوية اليوم بالنسبة لكم؟ شوفي هي كلها أولويات، لكن ربما وإحنا بدينا الحصة في تقييم ما تم إنجازه. إحنا ركزنا كثير على إطلاق الرقم الأخضر في مجال حماية حقوق الطفل، لكن معها يعني بالتوازي معها كانت في دورات تكوينية، كانت في نشاطات أخرى متعلقة بترقية حقوق الطفل. لكن خلال السنة هذه نقولها ونعودها أنه ركزنا كثير وعطينا الأولوية كثير لجانب الحماية الاجتماعية للأطفال، لأنها شيء جديد ما كانتش موجودة في الجزائر من قبل. الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر كانت عباك كل الملفات اللي كانت تتعلق بالأطفال في خطر قبل سنة 2015 كانت تمر على العدالة. دوك حاليا أشياء جديدة، حماية جديدة، حماية اجتماعية، مكسب كبير للطفولة الجزائرية تسبق الحماية القضائية. احنا ركزنا كثير على هاد إطلاق الرقم الأخضر والحماية، لكن كلها تبقى أولويات فريدة ولازم احنا عملنا فيها ومازال أنه نعمل أكثر في مجال ترقية حقوق الطفل، لأنه نتمنى فريدة أن كل أطفال الجزائر يعرفوا حقوقهم
بالتفصيل. حقهم في عدم التمييز، حقهم في المشاركة، إبداء الرأي، مصلحة في أنهم يعرفوا بأننا كلنا نحن الكبار نعمل من أجل تحقيق مصلحتهم الفضلى. فعلا شهدت الطبعة 23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب هذه السنة عناية خاصة بالأطفال بصورة عامة، بأدب الطفل بصورة خاصة. شهدنا إصدارات جديدة للأطفال دون سن 16 من العمر، شهدنا أيضا تخصيص فضاءات للأطفال، كان فيه أيضا عناية خاصة من قبل القائمين على شؤون الثقافة بالطفل. ما هي دلالات هذا الاهتمام؟ وأين نحن اليوم من هذا الفعل الثقافي الذي يؤسس أيضا لشخصية الطفل؟ صحيح. أتعرفي فريدة، أنا زرت المعرض هذا السنة وكان الشيء اللي لفت انتباهي هو الكم الكبير من الأطفال اللي كانت المدارس. شوفي هي حتى في وقت الدراسة المدارس كانت تنظم زيارات للأطفال في معرض وكان كل الأطفال رافدين كتب وفرحانين. أنا استوقفت حال من الطفل قل له بصح تقرأ الكتاب. تعرفي أنه دائما خير جليس والصديق الوفي لنا قاع هو الكتاب. صح. نشر هذه الثقافة أننا نرجع إلى الكتاب باعتباره كما قلت لك صديقنا الوفي. مليح عند أطفالنا أننا نحببهم في الكتابة في القراءة، أنه في إصدارات لأطفال أقل من 16 سنة. هذا يعني هذا شيء مهم جدا. وتعرفي فريدة أنه ربما كثير من الناس ما يعرفوش أن قانون حماية الطفل نص على فئة من الطفولة هي الطفولة الموهوبة، ويقول باللي الدولة تعمل على توفير كل إمكانيات من أجل تفعيل هذه المواهب والابتكارات تاع الأطفال. احنا نحيي كل هذه المبادرات ونشجع الأطفال ونقول لهم مليح تقرأوا يا أطفال، ومليح أنه العائلات حتى العائلة ولا في المدرسة يديروا تشجيع للأطفال اللي يقرأوا الكتب. لأنه بدينا بعد كثير على قراءتنا حتى الكبار يعني. صح. كنا بدينا بعد كثير على الكتاب بالرغم من أنه نعاود ونقول هو حتى أنه أفضل صديق وخير جليس، أنه وسائل تكنولوجيات الحديثة هي اللي بعدتنا شوية أبعدت يعني الكبار. صحيح. والصغار أيضا عن الكتاب. مريم، تداول الإعلام الوطني منذ أيام أخبار عن استغلال عدد من الأطفال الأفارقة والعرب المتواجدين على أرض الجزائر في التسول، ولما شرعت الحكومة في ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية تعالت أصوات تنتقد هذا الإجراء. كيف قرأتم ذلك؟ أولاً أنه قانون حماية الطفل ما يميش بين الطفل الجزائري وطفل أجنبي. نعم. وكل الحقوق الموجودة في قانون حماية الطفل يتميز بها كل الأطفال المقيمين هنا في الجزائر بغض النظر عن جنسيتهم. نعم. القانون نص على مبدأ عدم التمييز. بالنسبة لهذه العملية، تعرفي فريدة أنه أهم حماية للطفل وشن هو؟ أنه يكون مع عائلته. صح. معظم هاد الأطفال بدون عائلات، بعاد عن العائلة. أنك تعملي على حماية الطفل هو أنك ترجعه إلى جذوره الأصلية. فعلا. ترجعه إلى عائلته. نقول لك أنه كل ما قامت به الدولة الجزائرية كان في إطار قانوني، في إطار منظم، فيه تم مراعاة فيه كل المعايير الإنسانية لعملية تحويل هاد الأطفال ولا عائلاتهم، وكان باتفاق مع الدول يعني اللي رعاياها موجودين هنا. يعني كان في اتفاق، وكانت في لجنة مشتركة ترأسها وزارة الداخلية متشكلة من كل القطاعات المعنية ومن أجهزة الأمن، الأجهزة الأمنية. وكانت في حتى على بالك في عملية ترحيل كان يراعى فيها كل الظروف الملائمة لحسن عملية الترحيل، حتى وجود أطباء وأخصائيين نفسانيين بالنسبة للأطفال. يعني كل الظروف، يعني كل المرافقة كانت موجودة، كل المرافقة كانت متوفرة، وكانت كل الظروف ظروف حسنة لهذا الترحيل. وقلت لك كان دائما بالاتفاق مع الدول المعنية. نقول لك شيء ثاني، أنه هذا يدخل في إطار بالنسبة للأطفال في إطار توفير هذه الحماية. نعم. لأنه هاد الأطفال اللي راهم بعاد على بلدهم، بعاد على جذورهم، بعاد على عائلتهم، كيف ممكن أنهم ينمو هاد الأطفال؟ لأنه لما نقول لك أنه الحماية تكون بالنسبة لكل الأشخاص، إحنا حماية الطفولة في الجزائر تشمل كل الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم. لما نتكلم أنه نتكلم على العائلات وضرورة إبقاء الطفل في عائلته، الطفل الجزائري نتكلم على كل الأطفال المقيمين في التراب الجزائري. إرجاع الطفل اللي كان في عائلته هي أكبر حماية
حماية ممكن توفرها الدول للأطفال. فعلا، وحتى ظاهرة التسول تمس أيضا أبنائنا، يعني الأطفال في الجزائر، إضافة إلى ظاهرة التسول في ظاهرة أخرى مريم، هي ظاهرة عمالة الأطفال القُسّر. يعني كنا وسائل الإعلام في أكثر من مرة تنبه إلى ذلك، لكن بالرغم من ذلك ما نزال نشاهد يعني يوميا الأطفال على الأرصفة، على حافة الطرقات، حتى على حافة الطريق السريع يبيعون الخبز وأشياء أخرى. من المسؤول عن الظاهرة؟ هل هم الأولياء؟ هل هي الحكومة بين قوسين؟ هل هو المجتمع ككل؟ من؟ كلنا. كلنا. نقول لك كلنا مسؤولين للقضاء على هذه الظاهرة. نعم. برك فريدة نقول لك أنه لابد أننا نميز بين مصطلحين مهمين، عمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال. فعلا. عمالة الأطفال، شوفي الجزائر خطات صوت كبير ونجحت في أنها تقضي على عمالة الأطفال، لأن لما نتكلم على عمالة الأطفال نقصد بها الأطفال اللي رام يعملوا في أماكن خطرة، في أماكن خاضعة لتفتيش مفتشية العمل. نعم. بدون توفر شروط القانونية، قانون 90-11 متعلق بعلاقة العمل يحدد عمل الأطفال بمجموعة من شروط. أولا السن لا يقل عن 16 سنة. أيضا الحصول على رخصة من الأولياء، لا يمكن تشغيل الأطفال في الأعمال الشاقة والضارة بصحة الأطفال، لا يمكن تشغيل الأطفال في الأعمال الليلية. هنا مخالفة كل هذا ندخله في إطار عمالة الأطفال. نسبة عمالة الأطفال في الجزائر هي أقل من 0.5%. فعلا ضعيفة جدا. هي ضعيفة جدا، الحمد لله أن الجزائر من دول رائدة لقضاء على عمالة الأطفال. لكن حل قوس ثاني، الاستغلال الاقتصادي للأطفال. هي هذه الحالات اللي أنا أشوفه أطفال ربما يبيعوا في الشارع الخبز. شوفي هنا الخطورة تاع الطفل، لأنه قانون حماية الطفل ينص على الاستغلال الاقتصادي للأطفال ويقول تكليف الطفل، يعرفوا على أنه تكليف الطفل بعمل ما يسمحلوش أنه يزاول دراسته أولا. صح. ومضر بصحته البدنية، ويعرضوا لكل أخطار، لأنه الطفل لما تشوفيه يبيع في الطريق السريع فعلا. أول خطأ اللي هي حوادث المرور، حوادث الاختطاف. أكيد هذا هو المهم، أنه القانون اعتبرهم أطفال في خطر. وعلى بالك عندنا عدة حالات لأن المواطنين يتصلوا بنا للإخطار عن تواجد هذا الأطفال. نقول لك أنه كل طفل الشيء اللي يدفع به إلى هذا العمل. في بعض الأحيان تعرفي أنه الأطفال هم نفسهم يقول لك إحنا عائلتنا فقيرة نخرج للعمل باش نعاونهم، وهما في بعض الأحيان أولياءهم على بالهمش ميبا بأنهم هم يقوموا بهذا العمل. صح. نقول الأطفال أنتم صغار، أنتم من حقكم أنكم تقراوا، من حقكم اللعب، من حقكم فعلا. وخلوا الكبار هم اللي يفكروا في هذا المتطلبات والملتزمات المادية. لكن مكانكم الطبيعي هو المدرسة، ما هوش الشارع. عمره ما كان الشارع هو المكان الطبيعي لنموكم، مكانكم طبيعي هو المقاعد الدراسية. احنا ان شاء الله في حالات كثيرة دخلنا في مجال هاد الاستغلال الاقتصادي، لكن احنا نواصل. ولو تعرفي انه حتى قانون حماية الطفل نص على مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة وكيف تتخذها مصالح الوسط المفتوح حتى لا تضطر لاستعمال أطفالها في الاستغلال الاقتصادي. احنا والله نتمنى ان كل عائلات، لانه في ربما هذه لانه الطفل هو اللي يخرج وحده بغض النظر عن إرادة الأهل تاعو، ممكن تتقبليها يعني نتقبلها بين قوسين في أنه الطفل حس أنه مسؤول على عائلته. لكن في بعض الأحيان أنه العائلة هي اللي تدفع به، وهي اللي الأم اللي تحضر المطلوع ولا تحضر وتعطي لوليدها أنه يروح، هذا شيء يعني ما نقبلوهش نهائيا. وتعرفي أنه أهم مخاطر، أهم شيء يعني اللي يتعلمه الطفل في الشارع هو الانحراف، هو كل ما هو سيء. احنا نتمنى انه لما قلت هي مسؤوليه، من هي مسؤوليه الجميع جميعا. واكيد فعلا. بالدرجه الاولى تبدا مسؤوليه الاسره، مسؤوليه كل المجتمع، مسؤوليتنا احنا كمسؤولين فعلا. اننا نقضي على هذه الظاهره نهائيا ان شاء الله، وما تكونش باذن الله. نعم. طيب فيه ظاهره اخرى اليوم تضرب يعني المجتمع الجزائري في العمق، وهي ارتفاع معدلات الطلاق في الجزائر سنة بعد سنة. الضحية عادة ما يكون الأطفال. يعني كيف تقفون في الهيئة على هذه الظاهرة، على انعكاساتها السلبية على أطفالنا حاضرا ومستقبلا؟ شفت الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. في هنا نتكلم أولا على
دور الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة في أنها تصلح بين الزوجين. شوفي أنه الزواج هو عقد مدى الحياة. بعض الأحيان احنا ولينا نشوفه أنه يقول لك احنا نتزوج ونسيه، مشات ما مشات شوش عليه نطلق خلاص. هذه الأفكار لازم تروح. هو عقد لمدى الحياة، راح يكون فيه إن شاء الله فيه أطفال تمرت هذا الزواج فيها الأطفال هادو. حالات كثيرة أيضا جينا على أنه الطلاق ضحايا هم الأطفال. الأطفال دائما في أنه أنا لما نشوف بعض الأحيان دول اللي ما هيش مسلمة كيف أنه لما يطلقوا يحطوا مصلحة الطفل هي الأولى، مصلحة الطفل يروح، لأن الطفل محتاج أنه يعيش مع الوالد تاعه ومع أمه. حتى إذا ما كتبش المكتوب بيناتهم يقعد دائما الطفل والأطفال هادو محتاجين إلى حنان الأب وحنان الأم. نتمنى أنه في حال الطلاق الأم كلها تسود صورة الأب، ولا الأب يسود صورة الأم، لأنهم هما الاثنين رامي يصنعوا في أنهم راح يأثروا على شخصية هذا الطفل. يقعد الأب في مكانه والأم في مكانها، على غالب يعلموا أولادهم كيف أنه حتى في مرحلة الطلاق إذا كانوا الأطفال شوية كبار مليح أنه يكون هناك مع أخصائي نفساني أن نهيئ هذا الأطفال لهذه المرحلة الجديدة الانفصال. لأن مرحلة الانفصال لأنه ما هي سهل على الكبار وما هي سهل نهائيا على الأطفال. احنا في بعض الأحيان نتلقى اختارات كثير تمس، يعني سواء الأم تمس صورة الأب تسود صورة الأب، هذا إن شاء الله ما يكونش فريدة، وهذا تحطيم لشخصية الطفل بشكل رهيب جدا. تحطيم نهائي لشخصية الطفل. صح كاين حالات وين راهي حقيقية، لكن معظم الحالات ما هيش حقيقية. احنا نتمنى أنه أولاً أنه في إصلاح، لأنه الطلاق هذا إن شاء الله يقل الطلاق، لأنه سي فغي دوك بتات حالات على بالك على أتفه شيء نروح للعدالة ونطلق. علاه؟ لازم احنا كنا مسؤولين على هذه الأسرة اللي بنيناها، والأطفال هم الضحايا الأولين تاع الطلاق. لازم علينا أننا قد ما تمسكنا بهذه الخلية الأساسية في المجتمع واللي هي الأسرة نتمسك في إجراءات صلح اللي تكون قلت لك في العائلة في المحاكم. لكن إذا لحقنا إلى الطلاق لازم دائما نحطوا مصلحة أولادنا بين عيوننا، وأنه على الأباء والأمهات أن يتجاوزوا أنانيتهم ويتجاوزوا ألامهم وجروحهم من أجل المصلحة الفضلة. ويبقى الطفل عنده الأب تاعه والأم تاعه محتاج إلى حنان الأب إلى حنان الأم، هذا هو اللي يبني شخصيته المستقبلية والشخصية السوية والشخصية الغير مضطربة فعلا. طيب مريم، عرفت الجزائر هذه السنة العديد من النشاطات صبت في مجملها في إطار إرساء ثقافة السلم والمصالحة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لكن ربما هذه النشاطات لم تصل بالشكل الكافي والمطلوب لفئة الأطفال باعتبار الطفل هو الحاضنة الأساس هذه القيم الإنسانية العالية والنبيلة جدا. صحيح. شوف فريدة، احنا انا افتخر اني جزائرية، نفتخر لما نقول بانه اليوم العالمي للعيش معا في سلام كان بمبادرة من الجزائر. باقتراح من الجزائر وبافكار فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اصبح للعالم يوم نحتفل به للعيش معا في سلام. تعرفي فريدة، أنا خلال شهر جوان هذا من السنة هذه كنت انتقلت في مهمة عمل إلى فرنسا، بالضبط إلى مقر اليونسكو. تعرفي أن اليونسكو هي اللي كلفتها هيئة الأمم المتحدة في أنها تعمل على إحياء هذا اليوم. كنت أفتخر وأنا نخبر ونتكلم على أنه هذا اليوم بفكرة من وطننا الحبيب بفكر جزائري. تسيخ هذه ثقافة السلم والمصالحة عرفناها في بلادنا. تعرفي احنا مرينا بفترة كانت صعبة عصيبة وحل جداً. هذه الفترة كان بالمصالحة بيناتنا، لأننا أبناء وطن واحد، كنا يد واحدة من أجل حماية جزائرنا الحبيبة. أنا نقول لك لما نرسخ ثقافة السلم ولما نعيش في بلد آمن وفيه السلام وفيه ثقافة المصالحة راح نحمي أولادنا. هذا أول نقطة. وصحيح أنه مليح أنه الأطفال أيضا يترعرعون بهذه الفكرة، تقبل الرأي المخالف، تقبل الحوار، نسمع الآخر. ومليح أنا أتنبأ وأنه الاختلاف هو ثراء أكثر منه. وشوفي في مواضيع مليحة في أنا لما ندرس بنتي الصغيرة في الابتدائية على
لغة الحوار وثقافة الحوار. نقولها دائما لازم تعرفي أنه هذا هو المبدأ اللي نعيش فيه. حتى لو الرأي ما عجبكش أتقبليه بكل يعني قد لا أتفق معك في الرأي لكني أموت دفاعا عن رأيي. هذا هو المهم. يعني أنه لما نحيي هذا اليوم بعدة نشاطات كلها متعلقة بكيفية ثقافة السلم والمصالحة، هذا يخدم أولادنا. وحنا نتمنى إن شاء الله أنه ربي يحمينا وطننا ويقعد بلد آمن ومنه يستفاد ويخرج منه التجارب الناجحة في هذا والأطفال العالم. يعني نمو الأطفال السليم يحتاج إلى بيئة آمنة سليمة وتنعم بالأمن والاستقرار والسلام. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة توجد يعني وضعها القانوني تحت وصاية الوزارة الأولى. يعني كيف تقيمون اليوم هذا المركز القانوني والتفاعل مع بقية الدوائر الحكومية الأخرى وعملها وتنسيقها مع الهيئة؟ وضع الهيئة لدى السيد الوزير الأول هو اهتمام كبير بفئة الطفولة في جزائر. هذا يبين الاهتمام الكبير والأولوية اللي تعطيها الدولة الجزائرية للطفولة وحماية حقوقهم وترقية حقوقهم. احنا الهيئة موضوعة لدى السيد الوزير الأول نظرا لحجم مهامها، حجم المهام المنوطة بها سواء في إطار الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى الوطني أو في إطار ترقية وحماية حقوق الطفل. احنا نلقى كل الدعم من قبل السيد الوزير الأول. وأيضا كما تفضلتي فريدة أنه من بين مهام الهيئة الوطنية هو تنسيق جهود كل المتدخلين في مجال الطفولة. لهذا أول ما تم هو ربما حتى دوك في هذا الغوبورتاج شفنا هو لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة اللي متشكلة من 16 قطاع جزائري، لأنه احنا فضلنا خلال هذه السنة أننا نوسعها لتشمل أيضا وزارة البيئة، لأنه مهم جدا أنه نتحدث عن الطفل وأهمية أنه يعيش في بيئة. ثقافة هي ثقافة البيئة صحيح. دوك احنا نضم لنا إطار من وزارة البيئة وأصبحت تشكيلة الهيئة من 16 قطاع جزائري كلهم مهتمين متدخلين في مجال حماية وترقية الطفولة. عندنا ممتع المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الوطني، وأيضا فعاليات من المجتمع المدني. نتلقى مرة في الشهر على الأقل نتناول مواضيع مختلفة متعلقة بالطفولة. أنا نشكر كل القطاعات الوزارية لأنه هذا عمل يؤدي إلى تنسيق جهودنا. كنا تعرفي أنه في أنشطة تم من كل قطاع وزاري مجتمع مدني، كل واحد يقوم بنشاطات كبيرة وجبارة في الميدان. لكن تنسيق هذه الجهود على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة هذه خطوة كبيرة أيضا إلى الأمام. وننحيي أيضا فريدة سمحي لي أن ننحيي كل عضو في لجنة التنسيق الدائمة ونحيي كل القائمين على القطاعات الوزارية المعنية وأيضا كل فعاليات المجتمع اللي راهم المجتمع المدني اللي راهم أعضاء معنا وفي هيئة. مواضيع كثيرة لأنه في كل مرة نفتح موضوع مهم جدا وراح تكون مواضيع بالنسبة للسنة المقبلة راح تكون مواضيع كثيرة، خاصة أنه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في المصموم التنفيذي 16334 ينص على إحداث لجان موضوعاتية تتناول مواضيع محددة مثل موضوع الصحة، موضوع التربية، الشؤون القانونية وحقوق الطفل، المجتمع المدني. وهي من بين أفاق الهيئة الوطنية أننا راح نعمل على تنصيب هذه اللجان الموضوعاتية مستقبلا إن شاء الله. طيب من بين يعني الأجواء التي لابد أن تتوفر للطفل إلى جانب المدرسة، إلى جانب الكتاب، إلى جانب البيئة الآمنة والسليمة، إلى المحيط النظيف أيضا، هناك يعني جزء أهم جدا في حياة الطفل هو أن يلعب بالشكل الكافي، لأنه كثيرا ما نهمل هذا. ربما الأسر الجزائرية تركز كثيرا على المدرسة، وهذا ما يجعل يعني التحاق أو بداية تعلم أطفالنا في الجزائر تبدأ في سن مبكرة جدا، يعني تبدأ تقريبا في ثلاث سنوات، وهذا ما يأتي ربما في حيين كثيرة على جزء آخر مهم وهو اللعب، اللي هو يعني يلعب دور أساسي في بناء شخصية الطفل. دول كثيرة سبقتنا متقدمة اليوم في العالم، خاصة دول شمال أوروبا، هي يعني دول أطفالها لا يلتحقون بالمدرسة إلا من سبع سنوات. وما فوق، وأنه جزء كبير يتم في فضاءات اللعب. أين نحن اليوم من الفضاءات الترفيهية المخصصة لأطفالنا في الجزائر؟ صح فريدة، يعني
أهم حق للأطفال. أول حق، أول حق هو حقهم في اللعب، في اللعب. حقهم في الترفيه. احنا ربما دوك بالنسبة للتجمعات السكنية الجديدة راهي تتوفر على أماكن للترفيه، لكن تبقى دائما غير الأحياء غير كافية، وبالنسبة وبسيطة أيضا، يعني بين أرجوحة ولا أكثر. إن شاء الله راح يكون بإذن الله أنه مستقبلا راح تكون فضاءات أكثر للأطفال، لأنه هو المكان للطفل حيعبر على أحاسيسه. عارفي احنا كنا نتذكر لما كنا صغار ديك اللعب اللي كنا نلعبوها على بساطتها، على بساطتها، لكن خلتنا نتذكر هذيك المرحلة العمرية المهمة اللي نمروا بها كنا. احنا ان شاء الله نقول لك صحيح انه هاد الاماكن الترفيهية هي قليلة جدا، وربما الشيء اللي دفع ببعض العائلات وكنا أننا نساير أولا التطور التكنولوجي فيما يتعلق بالفضاء الأزرق واللعب الإلكترونية، ونولوا أطفالنا كلهم شادين لعب إلكترونية وتقريبا ساعات وساعات هما مع هذه اللعب الإلكترونية، بالرغم من أنه في مخاطر كثيرة عليهم وكان سبقنا وأننا تكلمنا عليها. احنا نتمنى أنه تكون أكثر أماكن للترفيه بالنسبة للأطفال. وحتى فريدة ونحن نحلو قوس لما نتكلم عن الترفيه ما نساوش أنه الرياضة أيضا مهمة جدا، أنه في نقولها لأنه هذه هي الحقيقة، أنه في بعض الأحيان الأولياء تمنع أولادها من أنها تمارس الرياضة لما يكون عندها سنة امتحانات، وهذا خطأ كبير. صح. من عندنا كل الرياضة ما هيش ترفيه فقط، لأنها هي سلامة للعقل سلامة للجسم، تغذية العقل السليم في الجسم، في الجسم سليم. والرياضة راح تخلي الأطفال أنهم يعبروا أكثر على هدوء، أكثر الموسيقى والمسرح وكل هذه الأمور مهمة جدا. الفنون التعبيرية، التعبيرية خاصة المسرح. لو شفتي النهار عملنا الأوبيرات كيف الأطفال عبروا بكل تلقائية وبكل عفوية، وتعرفي أنهم أضافوا نجوما جديدة وفيلم، يعني كانت كلها أشياء اللي تخلينا أننا نفتخر أولا بطفولتنا، وأننا نقول لو وفرنا لهم ما يجب توفيره راح نجعل من مستقبلنا إن شاء الله مستقبل زاهر جدا، لأنه العناية بأطفالنا اليوم راي إعداد لبناء مستقبل زاهر لوطننا. فعلا. طيب مريم، من حين لآخر يعود الحديث عن عقوبة الإعدام، هل أنتم في الهيئة مع عقوبة الإعدام ضد مقترفي جرائم اختطاف الأطفال، والتي عادة ما تكون متبوعة بالاغتصاب، متبوعة بالقتل، بالتنكيل بهذه الأجساد البريئة؟ يعني تقييمكم أنتم في الهيئة، وليس يعني في ديننا القصص والحياة. شوفي أن المشرع الجزائري عمل على تقليل كثيرا من عقوبة الإعدام، لكن بالنسبة لهذه الجرائم اللي ضحاياها هما هذه البراءة، أن القانون شدد في العقاب. لو نتفحص كل قانون العقوبات نصيبه كل ما كان ضحية الفعل الإجرامي طفل أو الشخص اللي ارتكب على الفعل الإجرامي على الطفل من الأشخاص اللي كان من المفروض هما يحميوا الطفل هذا، تصيب أن القانون يتشدد في العقاب. بالنسبة لجرائم لسوء الحظ، هي جرائم موجودة في كل وطن ما هيش ظاهرة، لكن أننا نسجل قلت حالة واحدة لطفل يتم اختطافه ويتم اغتصابه ولا يتم قتله، هي واحدة يتكفي أننا نتحرك كلنا. صح. القانون صريح، العقوبة التي تطبق التي تحكم بها هي عقوبة الإعدام، يعني أقصى العقوبة. وإحنا شفنا مؤخرا فقط في قضية سلسبيل الله يرحمها أنه العقوبة اللي تم النطق بها هي عقوبة الإعدام. لا. لأنه من أخطر الجرائم اللي ممكن أن المجتمع كله يتحرك فيها هو جريمة يكون ضحيتها طفل. يعني ما كانش أبشع من هذا، الاعتداء على الطفولة، من الاعتداء على الطفولة. لهذا إحنا فريدة حبيت نحل تهنيك قوس ونتكلم على الوقاية. لما نتكلم على الاختطاف احنا لازم علينا ايضا اننا نوقي اولادنا، كيف ممكن اننا نعطيهم سلاح في يدهم لتفادي هذه الظاهره الخطيره، ان الطفل هذا نحلوا الحوار مع العائله تاعه، مثلا انه يشوف شخص يطلب منه انه يروح معاه ولا يقدم له هديه من اجله انه يرافقه. لازم انه الطفل هذا اولا يخبر عائلته بهذا الشخص، يكون حذر. نعم.
الصراخ مهم جدا. انا نقول دائما ان الصراخ من بين الاشياء اللي لازم نعلمها لوليدي، نقول له ما تروح مع حتى غريب، وحتى انه هذه الجرائم تاع الاختطاف لو شفتيها هي كلها جرائم، يعني نقول لهم جرائم ثقه عند الطفل، لانه الطفل دائما يرافق وليد الحي، يرافق وليد الجيران، يرافق. احنا لازم نعلموا ولادنا انهم ما يرافقوا ولا شخص غريب مهما كان هذا الشخص الغريب. يعني في اشياء كثيره ممكن نعمل عليها في مجال توعيه ولادنا، لانه ما يكفيش اننا نخوفهم برك، نقول لهم هذا خاطر وهذا صح، هي مليح اني نخوفهم للمخاطر، لكن نعطيهم البديل لما كيف يكون انهم في وضعيه صعبه، في وضعيه صعبه كيف ممكن انه يدافع. والحوار دائما مهم جدا، يعني دائما لازم علينا واحنا نتعشى واحنا رايحين للمدرسه نلحق ولادنا، واحنا في اي مكان مع ولادنا في كل فرصه تاع ان نحل هذه فكره الحوار احنا ولادنا، نتكلموا على مواضيع مختلفه، لانه هذه لما نسمعوا لهم ربما نكتشفوا اشياء، نكتشفوا عده قد تكون مصدر خطر بعد يوم صحيح. بعد اسبوع بعد صحيح نعم. مهم انه ولادنا لازم نسلحوهم من كل هذه المخاطر، كيف ممكن انهم يدافعوا على روحهم، حتى انه لما يكون طفل صغير ممكن اننا نوضع قصاصات صغيره، باسكو في بعض الاحيان قلنا تكلمنا على الاختطاف والاختفاء، قصاصات صغيره بالعنوان برقم الهاتف الخاص بالعائلة، لأنه شفناهم احنا أنا لما كنت قضية أحداث شفت عدة أطفال تاهوا في الأسواق، تاهوا في أماكن أخرى، وما يقدرش يعبر وين شكون هما العائلة تاعو، ولا ما يعرفش العنوان، ما يعرفش الهاتف تاع الأولياء. مليح أنه لما يكونوا ولادنا صغار نسلحهم قصاصات صغيرة فعلا. عندهم دائما بعنوان البيت، بعنوانهم، اسم الأولياء، رقم هاتف محدد، لأنه هذه تسهل العملية على مصالح الأمن والجهات القضائية في أنها تلحق مباشرة إلى العائلة. تخطر لي هنا انه في شخص خطرنا مره اتصل بالرقم 1111 من ولايه المديه، واللي نحييه، انه قالنا راني عثرت على طفل في الشارع وما عرفتش واش نعمل، واتصلت بهذا الرقم اللي سمعته في حصه واللي كانت الحصه معك شكرا وين احنا طلبنا من اللي وجهناه كيف ممكن انه يعمل، حتى لحقوا مصالح الامن لهذاك الشخص. يعني شويه أن المواطنين الجزائريين عندهم هذا الحس المدني الرائع، ونتمنى أيضا التضامني إن شاء الله واللي نستمروا فيه يا رب العالمين. نعم. طيب، تحيي الهيئة بعد غد الذكرى 29 لصدور اتفاقية حقوق الطفل. البرنامج، شعار هذا البرنامج كيف؟ احنا ان شاء الله يوم 20 نوفمبر راح نحتفلوا بالذكرى 29 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، وكما تفضلتي أيضا فريدة وتكلمتي أن الجزائر كانت من أوائل الدول اللي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل. احنا نحيي هذا اليوم بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر اليونيسف تحت شعار شوفي أطفالنا حاضرنا ومستقبلنا يغمرون العالم بالأزرق. الأطفال هم حاضرنا، هم أجمل هدية عندنا، هم البسمة، هم البراءة، هم كل شيء في حياتنا، هم حاضرنا، شوفيهم كل شيء يدخل الفرحة لقلوبنا أكيد. هم مستقبلنا، لأنه واش نعملوا معاهم اليوم راح نبني فيه مستقبل وطننا. الطفل اللي ندعموه دوك بكل حقوق ونحميوه من كل شيء هو اللي راح يصنع مستقبل غدنا. أيضا يغمرون العالم بالأزرق رغم الشعار له هيئة الأمم المتحدة، صندوق الأمم المتحدة بنيويورك اختار اللون الأزرق هذه السنة للاحتفال بهذا المناسبة، ونقول لك أنه اللون الأزرق تم اختياره لأنه يرمز إلى الطمأنينة، إلى الأمان، إلى السلم والسلام اللي كنا نتكلم عليه. اللون الأزرق هو يرمز إلى الكرة الأرضية فعلا. إلى لأنه الكوكب الأرض هو الكوكب الأزرق فعلا. يعني كل هذا رمز، إحنا راح نحتفلوا به، راح يكون اللون الأزرق إن شاء الله كثير في هذه الاحتفالية، راح يكون في ورشات عمل، ورشات ابتكارات الأطفال، راح نخلوا المجال للأطفال، خليهم هما يبدعوا، وراح تكون هناك حفل صغير إن شاء الله لأطفالنا بمناسبة عيدهم، ونحييهم ونقول لهم كل سنة وأيامكم كلها أعياد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. موفقة مريم، كلمتك الأخيرة من بلاتو حوار الساعة. فريدة شكرا جزيلا على هالدعوة، قلت لك أنا أفتخر أني نكون معك دائما. أنا نتمنى أن كنا
نعمل من أجل حماية حقوق أولادنا. نتمنى أنه الرقم 11 يكون معروف خاصة من قبل الأطفال. يا أطفال عرفوا رقم 1111 سهل حفظوه كلكم. نقولكم أنه في هيئة وطنية تحميكم تسهر على حماية حقوقكم بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية، بالتنسيق مع كل متدخلين، كل فعاليات المجتمع المدني. نحن هنا من أجل تحقيق مصلحتكم الفضلة، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير يا أولادنا. إذن أطفالنا حاضرنا وأطفالنا مستقبلنا أيضا، هم رجالات الغد وهم من سيضمن قيادة الجزائر الحبيبة. كل عام وأطفالنا بألف خير. شكرا لكم على متابعة البرنامج، أسعد بلقائكم الأسبوع القادم في عدد جديد وضيف جديد بحول الله تعالى. إلى اللقاء.